طلاب نستأنف، وصلنا وين؟ وصلنا إلى هاي المعادلة. دخل عندي الواي جوا على القوس، صار عندي واي تربيع في دي اي اللي هو التكامل. طلعنا طبعا هذا خارج قوس اللي هو جاما ساين ألفا. تسمعوني؟ جت تشوفون العرض؟ تمام. كله داخل، هذا كله داخل، كله داخل، كله داخل. اوكي. نعم، مطالب بي بالعملي والنظري، راح يجيك بالعملي ايضا، يعني اي شيء موضح عندك ممكن ست افنان توضح لك اياه. المهم، تكامل دي ام اللي هو مثل ما ذكرت لكم، اللي هو الدي اف او الاف العفو، حتى اكامل دي ام راح اكامل المعادله طرف ايمن وطرف ايسر. الطرف الايسر تكامل دي ام اللي هو الاف في الواي سي بي، اف في الواي سي بي. هذا شوف، اجي على الطرف الايمن اخذ المتغير فقط، الثابت اتركه. تكامل من صفر الى اي اللي هو الواي تربيع دي اي يساوي اي نوت. شنو هاي الاي نوت؟ هذا عزم القصور الذاتي حول نقطة او، هذه حول نقطة او. هذا يسمونه العزم الثاني للمساحة اللي هو second moment of area about point o. هنا بالتكامل الاول طلع لي العزم الاول للمساحة حول نقطة او. العزم الثاني للمساحة حول نقطة او اللي هو المومنت اوف انيرشيا، المومنت اوف انيرشيا. اخذتوه للعزم القصور الذاتي؟ تمام. شنو الوحدة مالته؟ الوحدة مالته تربيع تكعيب اس 5 اس 4. الوحدة، لا مستحيل التربيع للمساحة. الوحدة مالته الاس 4، يعني فوت الاس 4، انج للاس 4، متر للاس 4، سنتيم للاس 4، وحدة طول للاس 4. ليش؟ لانه هو العزم الثاني للمساحة. يعني المساحة عندك مساحة وحدتها خلينا نقول متر مربع، تاخذ العزم الاول مالها في ذراعها، المساحة في ذراعها يطلع لك متر مكعب. الذراع بالمتر، فمتر تربيع في متر يطلع لك متر مكعب. اذا الحجم هو العزم الاول للمساحة. العزم الثاني للمساحة معناتها الاي العفو الاريا اللي هي المتر تربيع تضربها مرتين في ذراعها، في متر في متر، فراح يصير عندك متر للأس 4. إذا وحدة عزم القصور الذاتي هي للأس 4، وحدة طول للأس 4. فهذا شو نسميه؟ أي مرتين العزم الثاني للمساحة. هذا شوف مأشر لك هين، second moment of area about point O. المهم الواي تربيع في دي أي، يعني أنت شوف الدي أي تكاملها أي، شلون هنا كملناها؟ الدي أي صارت أي، نفس الشيء دي اي هي تكاملها اي. فالاي معناتها مضروبه بالواي مرتين، يعني مضروبه بالواي تربيع. خلينا نقول فالواي تربيع هي منين جايه؟ جايه من واي في واي. فالاي المساحه مضروبه في واي، ومره ثانيه ايضا مضروبه في واي، مضروبه في واي الاول مره. هذا العزم الاول للمساحه هين صار عندي، شوف ضربناها مره ثانيه صارت العزم الثاني للمساحه اللي هو عزم القصور الذاتي. عزم القصور الذاتي، فالتكامل دي ام هو اف واي سي بي. شوف هذا هو، اجي اعوض على اعتبار هاي معادله واحد وهاي معادله اثنين هاي معادله ثلاثه. هسه اعوض اثنين في واحد وثلاثه في واحد. اذا اعوض اثنين في واحد معناته مكان تكامل دي ام صار اف واي سي بي، انزله هين. مكان اعوض ثلاثه في واحد، مكان تكامل واي تربيع دي اي هذا اعوض الاي نوت. فايش صار عندي؟ صار عندي يساوي جاما ساين الفا، نفسه نزلها هذا الثابت في اي نوت. الاف شنو قيمتها؟ اجي اعوضها هاي اللي هي جاما اي في اتش بار، جاما اي في اتش بار. الاتش بار طبعا هو الواي واي بار ساين الفا، نفس المبدا نفس الكلام ما يختلف. يعني ممكن اعوضها واي بار ساين الفا وممكن اتش بار حسب ما اني احتاج. فحتى اختصر الساين الفا من الجهتين اعوضها بدلاله واي بار ساين الفا اللي هي الاتش بار.
فجاما واي بار ساين الفا اللي هي اتش بار في اي هذه الاف واي سي بي نفسها نزلها جاما ساين الفا اي نوت تنزل نفسها راح اشطب ساين الفا من الجهتين الجاما ساين الفا من الجهتين يبقى عندي واي بار اي واي سي بي يساوي اي نوت. شوف اذا الواي سي بي هو الاي نوت على واي بار في اي. شوف الاي نوت شوف طلاب الاي نوت هو عزم القصور الذاتي للشكل او لشكل معين حول نقطة معينة. هذا اكو يسموه عزم النقل. هذا نسميه عزم النقل. عزم النقل حتى تنقل عزم القصور الذاتي من محور الى اخر لازم شو تسوي؟ لازم اكو معادلة خاصة حتى تنقل هذا العزم عزم القصور الذاتي الى نقطة اخرى. المعادلة هذه يقول لك عزم القصور الذاتي لجسم حول مركز هذا الجسم حول مركزه زائد مساحة هذا الجسم في المسافة من مركز الجسم إلى المحور تربيع يساوي عزم القصور الذاتي للجسم حول ذلك المحور اللي هو المحور اللي يقع خارج أو 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 محور لا يقع على مركز الجسم. يعني مثلا انت عندك جسم معين وهذا الجسم بمركز شكل اللي هو سي جي وعندك محور عمودي او افقي لا يقع على السي جي يعني ما يمر بهذه النقطة اللي هي سي جي يمر يمينها او يسارها او خارج الشكل اصلا خارج الشكل. خلنا نستخدم الداشبورد بالله لا 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 بس اسمح لي اللي هو الداشبورد تمام حتى اوضح لك اياها اكثر. استخدم قلم. عندك هذا الجسم هذا جسم معين وهذا مركز الجسم هاي خلى ببالك هاي النقطة مركز الجسم بدأ تشوفون طلاب واضح وهذه هي المحاور هذه هي المحاور. شوف ممكن يكون المحور اكس ممكن يمر طبعا ممكن يمر بمركز الجسم وممكن يعني ايضا يقع على مسافة معينة من مركز الجسم فاحنا هسه نعتبره واقع على مسافة معينة. نجي هذا مركز الشكل. دائما انا عندي محور تخيلي لهذا الجسم اللي هو الاكس والواي لهذا الجسم يمرن في مركز الجسم. عزم القصور الذاتي للجسم حول هذا المحور اللي هو خلنا نسميه واي فتحة او خلنا نسميه واي واحد وهذا اكس واحد. عزم القصور الذاتي لهذا الجسم حول محور X أو Y أو Y واحد طبعا هذا شو أسميه؟ أسميه I CG I CG هذا عزم القصور الذاتي حول مركز الجسم حول مركز الجسم. مرات أحتاج عزم القصور الذاتي حول محور آخر خارج يعني محور ما يمر بمركز الجسم ممكن المحور بهالمكان بس هسه خلينا نفترض انه هذا هو المحور اصلا خارج الجسم. حتى انقل عزم القصور الذاتي هذا الى هذا المحور ايش احتاج؟ احتاج المسافة الافقية من مركز الجسم الى المحور المراد نقل عزم القصور الذاتي اليه واحتاج مساحة
الجسم أو مساحة الشكل هذا، هذا يسميها إكس، أو ممكن أريد أنقل على الإكس يعني، فأحتاج هاي المسافة اللي هي الواي. إيه شنو هي الريفرنس بوينت؟ هي المحاور هذا اللي رسمتها اللي هي هذه، هذا 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 المحور، شوف هذا واي 2 وهذا اكس 2. اها، فأنا حتى انقل عزم القصور الذاتي هذا اللي هو الاي سي جي حول مركز الشكل، انقله على محور اخر. هذا المحور لا يمر بمركز الشكل، يعني ممكن يمر بالشكل بس ما يمر بالمركز ماله، وممكن يكون خارج الجسم. فهسه احنا خلينا نفترض هو خارج الجسم، هذا ايش اسميه؟ اسميه اي نوت. اكو تسميات كثيره طبعا، اكو مصادر تسميه اي بار. المهم هذا الاي نوت شو يساوي؟ يساوي لي عزم القصور الذاتي للجسم حول مركزه زائد مساحه الشكل في الواي تربيع. هذا وين انقل؟ هذا شو اسمي؟ هذا اي نوت اكس، لانه استخدمت الواي، شوف، حتى انقل عزم القصور الذاتي حول اكس 2. اي اكس 2 يساوي اي سي جي زائد اي في واي تربيع. زين اذا اريد احسب اي واي 2، اي نوت واي 2 بالضبط يساوي اي سي جي بالضبط زائد اي اكس تربيع. وصلت الفكرة؟ تمام. البقية وصلت الفكرة؟ أنا بس حتى أوصلكم هاي الفكرة. نرجع على هذا، شوف، فأني هاي الآي نوت أعوض بمكانها آي سي جي زائد أي واي بار تربيع، حتى أخليها بدلالة أي وواي بار تربيع، وأخليها بدلالة الآي سي جي. دائما الآي سي جي أسهل، يعني عزم القصور الذاتي حول مركز الشكل، وهاي هي انتهى. مرات الكثير من الطلاب يقع في تحديد موقع المحور اللي يريد ينقل عليه عزم القصور الذاتي اللي هو الاي نوت. فانا علي ايش الاي نوت وادخل بمتاهات اخرى؟ لا بالله، عوضها بدلاله عزم القصور الذاتي حول مركز الجسم وبدلاله الاي واي بار تربيع، على اعتبار انها معلومات اثنيناتهم. فايش صار عندي؟ هاي المعادله نفس الواي سي بي انزلها، الاي نوت عوض مكانها هاي المعادله، شوف هاي المعادله اي سي جي زائد اي واي بار تربيع على اي واي واي بار. هاي شوف الاي واي بار نفسها. هنا ابدي اسهل المعادله شويه، اي سي جي على اي واي بار زائد اي واي بار تربيع، الاي ويا الاي وواي بار فوق راح تبقى، والجو راح تختصر ويا الاي بار الفوق لانه عندي تربيع. فراح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي اي سي جي على اي واي بار زائدا واي بار، هاي يعني اختصارا. هذا ايش اسمي هذا الحد؟ هسه قبل ما اسمي هذا الحد ارجع على هذا الشكل، عفونا عفونا من هذا شو اسمه الاشتقاق. مبدئيا الواي سي بي هذه اللي هي حسبتها من هاي المعادله، الواي سي بي هذه ايش تساوي لي بالنسبه للواي بار؟ تساوي لي واي بار زائد المسافه المحصوره ما بين السي جي والسي بي، صحيح لو مو صحيح؟ ايه، الواي سي بي تساوي لي الواي بار زائد المسافة المحصورة ما بين السي جي والسي بي، صح؟ بقية؟ اوكي، هاي المسافة المحصورة ما بين السي جي والسي بي اللي اسميها دلتا او اي سمول، ممكن نسميها اي سمول، هاي اسميها الاكسنتريسيتي اللي هي اللامركزيه. طبعا هي ما ذاكرها بهذا المصدر، يعني يمكن لو ترجع على محاضراتي الاصليه، انا عندي محاضرات طبعا بس ما ماخذ سكانر، نسميها هذه الاكسنتريسيتي اللي هي اللامركزيه. هي شنو هي؟
انتبه عليه، هذه مهمة جدا 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 مهمة. هذه الإكسنتريسيتي هذه هي مقدار انحراف محصلة القوى المسلطة على صفيحة مستوية مغمورة مائلة عن مركز الثقل أو مركز ثقل الصفيحة. اختصارا، المسافة أو مسافة انحراف محصلة القوى عن مركز ثقل الجسم، مسافة الانحراف لمحصلة القوى عن مركز ثقل الجسم. شلون ما تفهمها افهمها، المهم تفهمها انه هي المسافة المحصورة ما بين مركز ثقل الجسم ومركز الضغط او مركز او نقطة تأثير القوة، لانه مركز الضغط يتبع نقطة تأثير القوة، او بالعكس نقطة تأثير القوة هي تتبع مركز الضغط على اعتبار القوة جاية من الضغط. فأنت شلون تفهمها افهمها، المهم هي مهمة جدا بهاي الثلاث أو أربع تعاريف اللي عرفتها. تريد تفهمها هي المسافة ما بين مركز الضغط ومركز ثقل الصفيحة، تريد تفهمها هي مقدار انحراف محصلة القوى عن مركز ثقل الجسم، يعني شلون ما تفهمها افهمها، المهم هي نسميها اللامركزية اللي هي الإكسنتريسيتي. نعم طبعا طبعا، شلون كيفك ممكن ينطيك واي سي بي والواي بار وتطلع منها الاي اللي هي الدلتا، ممكن يعني المهم اريدك تفهم الفلسفه مالها، تفهم الفلسفه مالها، انا يعني ليش احتاج هاي الواي بار، العفو الدلتا. هذا الحكي كله والطبخ صار لنا ساعه كله ترى حتى نحدد قيمه الدلتا، كل هذا الكلام والاشتراك حتى نحدد قيمه الدلتا، لانه الواي بار عندي معلومه، الواي بار منين اجيبها؟ اجيبها من الاتش بار وساين الفا. انا يعني شلون حسبت القوة لو ما عندي اتش بار، صح لو مو صح؟ ايه، فالاتش بار من صارت عندي معلومة، الالفا معلومة، اذا اقدر احسب الواي بار، بس مشكلتي وين؟ مشكلتي الدلتا ما موجودة عندي، فكل هذا الطبخ حتى احسب الدلتا، الدلتا اجمعها ويا من؟ ويا الواي بار واطلع الواي سي بي. هذا مختصر الحديث. فالدلتا هذه شوف معرفها، هي امثله ادمك دمبل امثله، بس اصبر لي. مكان تاثير الاف دائما اسفل السي جي بمسافه دلتا، شلون يونس؟ واضح واضح. شلون انا هسه بالموضوع الضغط والخصائص السائل المائع، ايش قد حكينا وشرحنا كم محاضرة كم مقطع فيديو، وبالأخير عززناها بأمثلة، ويعني المفروض مشت الأمور وصارت واضحة. أوكي، فعندي الواي سي بي تطلع لي بهاي المعادلة النهائية اللي هي شوف هاي الدلتا. إذا الواي سي بي هي دلتا زائد واي بار. شوف الواي سي بي هي دلتا زائد واي بار، والدلتا هي الاي سي جي على اي واي بار. يعني ممكن انت تحتاج تحسب الدلتا وعندك الواي بار، ما تحتاج تحسب يعني بهاي المعادله، تحسب الدلتا تجمع ويا الواي بار تطلع لك الواي سي بي. بس الدلتا مهمه جدا، دائما تحتاجها بتحديد موقع القوه اف عن طريق المومنت. راح ناخذ بامثله ان شاء الله. هذا بالنسبة لل قيمة الدلتا. هنشوف ايش بقى لنا. نجي على properties of area اللي هي يعني خصائص المساحات لهذه الصفائح المغمورة. يعني انا مثل ما قلت لكم ممكن تكون هي مستطيلة، ممكن مثلثة، وهذا المستطيل يمكن يكون مربع اذا تساوي البي يساوي زد، كان مربع يصير مربع يعني. وممكن تكون الصفيحه على شكل قرص، شلون القرص السي دي بالضبط، يعني انت تشوفها دائريه هي، بس هي مو تروح يعني تروح توديها تحسب ليها على الكيرفد. احنا اصلا طبعا ما اخذنا الكيرفد، الكيرفد المحدب، المحدب يختلف عن الدائري. هذه الدائره اللي هي السيركل، شوف هي مثل القرص بالضبط. ممكن تكون سيمي سيركل اللي هي نصف دائرة،
سيمي سيركل. هذه يعني كل واحد قانون عزم القصور الذاتي وقانون المساحة ومركز الشكل. الريكتانجل اللي هو المستطيل، اي يساوي بي زد، المساحة هي بي في زد. الاي اكس اكس اللي هو العزم القصور الذاتي لهذا الشكل، طبعا حول هذا المحور. شوف اكس اكس هذا هو المحور، اكس اكس هذا اكس وهذا اكس، يساوي بي زد تكعيب على 12. يعني البي يقصد بها المختفي. المختفي وين يعني يقصد به هذا؟ خلنا نرجع له بالله. المختفي هذا اللي هو العمودي على الورقة، هذا هو الزد اللي ظاهر لك. شوف هذا هو الزد اللي يقصد به، ظاهر لك انت، ظاهر للعيان انت كمشاهد للورقة، هذا هو الزد. البي مختفي عمودي على الورقة ما تشوفه انت، فيقصد به المختفي اللي هو البي اللي انت ما تشوفه، الظاهر عندك اللي هو الزد. فممكن تجيك الصفيحة مثل هذا الشكل اللي أخذناه قبل شوية، ممكن تجيك الصفيحة على شكل خط ويذكر لك بالسؤال أنه هي مثلثة أو مستطيلة، فأنت راح تحير تقول أني يعني يا هل أخذ بي ويا هل زد، يعني يا هل اللي أنطيه تكعيب ويا هل اللي ما أنطيه تكعيب. فأنت حتى يعني تقطع الشك باليقين أنه المختفي دائما تنطي للأس واحد، والظاهر لك قدام عينك هو تنطيه تكعيب، فالمختفي في الظاهر تكعيب على 12. يعني مخلص الكلام، وهذا الكلام ينطبق على بقية الصفائح. التريانجل اللي هو المثلث، القاعدة بي ارتفاع زد، ايضا المومنت اوف انيرشيا اباوت اكس اكس، يطلع لك شوف بي زد تكعيب على 36، هذا بالنسبة للمثلث. طبعا مركز الشكل هي نشوف هذا مركز المستطيل هو زد على 2 من الاعلى او زد على 2 من الاسفل. المثلث من فوق 2 زد على 3 او من الاسفل زد على 3، يعني الارتفاع ثلث الارتفاع هو مركز ثقل المثلث او مركز مساحة المثلث، اللي هو ثلث القاعدة من الاسفل او ثلثين القاعدة من الاعلى من الرأس. نعم نفسه ترى. ايه نجي على السيركل اللي هي باي على 4 دي تربيع المساحة، والباي دي الاس 4 على 64 اللي هو اي اكس اكس. شوف عادة انه مركز الدائرة هو بالمنتصف ويا نصف القطر، او ويا مركز العفو ويا مركز الدائرة. السيمي سيركل اللي هو نصف الدائرة، المساحة هي باي دي تربيع على 4 على 2، يعني نفس هاي المساحة مقسومة على 2، فراح تنزل الأربعة تصير مقام فيصير 8. هو نصف دائرة. لا هو نصف دائرة. ما يصير، وين منطبق يعني؟ ويا الأفق هذا؟ لا ما يصير. مو أنت من هاي الدائرة من شلت منها نص وخرته النص الفوق، بقى النص الجوا، وين راح يروح مركز الشكل؟ راح ينزل ليه جوا، لازم ينزل ليه جوا. مركز ثقل الجسم هذا وانتهى، مركز ثقل الجسم لا تروح لا تذكر له غير شيء، تمام؟ يعني حتى ما تتيح عليك، مركز ثقل الجسم وانتهى. العزم القصور الذاتي للنصف دائرة هو باي دي الأس 4 على 128 ناقص دي الأس 4 على 18 باي. يعني ملخص لكل هاي المعادلة شو اسمه اللي هي عبارة عن حدين، هو 0.11 ار الأس 4. يعني من يجيك تجيك صفيحة على شكل نصف دائرة رأسا، قول الاي عزم القصور الذاتي هو 0.11 ار الاس 4، يعني لا تدخل بهاي التفاصيل مع المعادله. والمركز مركز ثقل النصف دائره من الاعلى هو 4 ار على 3 باي اللي هو 0.424 ار. هاي الاربعه لو تقسمها على 3 باي يطلع لك 0.424 في الار، فيطلع لك 0.424 ار. اني من شنو طالب مثلكم صف اول حفظتها 0.424 ار. اكو طلاب لا راهمين يعني متعودين 4 ار على 3 باي، هاي شويه معقده، بس 0.424 ار يعني للاسهل. فانت بكيفك تريد تحفظها 0.424 ار، تريد تحفظها 4 ار على 3 باي. الحسابات يعني انت شلون راح اشوف حتى منطق اياها بالخطوات، هاي شوف مسهل لك اياها. بالبداية نطيك صفيحة طبعا وسطح مائل وكذا وما ادري ايش، والصفيحة هي شوف على شكل مثلث، شوف على شكل مثلث
اول مره تحسب المساحه، بعدين عزم القصور الذاتي، بعدين الاتش بار، بعدين الواي بار، وبعدين تنطلق باتجاه الاف وتحدد بقيه الامور الاخرى. سبيشال كيسز هاي حالات خاصه، هاي يعني افضل ان نترك لها محاضره طبعا، يعني حتى تتوضح اكثر. اشوف كل سبيشال كيسز يعني ذا كويجن، نعطيك المعادله بعدين الها سبيشال كيسز، سائل مغطى ومدري ايش، وخزان مفتوح، و يعني اشكال مختلفه. حتى بعدين اخر شيء وين يجي يكمل البلين سيرفس، يروح على الفورسد اون كيرفد سيرفسز اللي هي الاسطح المحدبه. شوف هذا السطح المحدب اللي هو، شوف ممكن يكون ربع دائرة، ممكن يكون نصف دائرة. انت عندك هذا خزان، مقطع فيه خزان، وعندك من الاسفل او من الجانب عندك ربع دائرة، خاصة الخزانات الاسطوانية هسه اللي اذا تشوفوها، اللي هي هذا نسميه الطرح الاسطواني باحجام واشكال مختلفة. هذا هو ابسط مثال عن الكيرفد سيرفس. والصهاريج طبعا مال الوقود، سيارات الصهاريج طبعا هو يتوزع بالتساوي، بس يعني هي الاسطح ممكن تكون كيرفد ممكن تكون بلين يعني. فعندك بالكيرفد عندك هوريزونتال كومبوننت اللي هو محصلة القوى الافقية، وعندك فيرتيكال كومبوننت اللي هي محصلة القوى العمودية. شوف هذا، ويعني بها حالات خاصة ايضا والى اخره. حتى احنا ما نريد نسبق الاحداث، كل يعني كل شيء ناخذه باوانه. الى هنا يعني انهي المحاضرة، المفروض تكون واضحة. انت المقاطع الفيديو الاثنين راح تكون تلقوها على اليوتيوب ان شاء الله. اكرر واعيد، الاحظ المقاطع الفيديو اللي موجودة على اليوتيوب ما عليها مشاهدات كثيرة، يعني دائما القى مقطع الفيديو عليه 4 أو 5 مشاهدات. يعني معناته انتو يعني هسه انتو 13 طالب صباحي ومسائي، يعني 4 أو 5 مشاهدين الفيديو هذا اذا شاهدوه كامل طبعا. والبقية معناتها ما أصلا ولا جاية من المحاضرة. يعني الموائع طبعا هي أهم مادة، وامتحانها حضوري وعليها 6 وحدات. نعم بالسنوي كان عليها 6 وحدات. إيه ما يخالف ما يخالف، بس كلها 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 أسهل من الحضور ودوام حضور بالجامعة. كلها كلها يعني هم لو تقعد طيب نفسك تقعد بالبيت، ما نقول 24 ساعة، نقول 10 ساعات بالنهار، أو مو 10 ساعات، روح 6 ساعات بالنهار، هم أنت مسيطر ويعني حاضر كل المحاضرات، وأي محاضرة تنزل تشوفها. إيه الله تمام، اني التقيكم ان شاء الله في فرصة اخرى ان شاء الله، وتحياتنا لكم جميعا.